للمزيد بشأن قضية مخطوفي الصقلاوية معنا عبر الهاتف من عمان سيد عبد القادر نايل الناشط السياسي. مرحبا بك سيد عبد القادر، ما آخر الأنباء التي ربما قد توفرت لديكم بشأن مصير مخطوفي الصقلاوية؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أصبحت الأمور متواترة من خلال التأكد من شهادة عنصر الحشد الذي حقيقة خرج من هذه المديرية وبالتالي جرح في معارك وطرد منها، وبالتالي تم التواصل معه بشكل شبه مباشر وأكد هذه المعلومات لأنه كان أحد حراس السجن لمديرية أمن الحشد، وهي في السابق قبل الاحتلال هي مديرية أفواج الطوارئ في صدر القناة بالقرب من دائرة الوقف السني. وأكد أيضا لنا طبيب آخر من جهة أخرى أنه كان يباشر عمليات علاج لبعض الموقوفين، أن مختطفي الصقلاوية مكانهم واحتجازهم في هذه المنطقة. لماذا يعني برأيك ماذا يفعل هذا العدد الكبير، يعني نحو 480 مخطوفا هناك حتى الآن، ما الذي يمنع الحكومة من التدخل وإنقاذ حياتهم؟ الحكومة متواطئة في توفير مقرات للاحتجاز والاختطاف القسري والإخفاء القسري لصالح هذه الميليشيات. وكشفت لنا أيضا هذا اليوم أن منشأة الفاو التي هي مجاور رئاسة ديوان الوقف السني أيضا مغلقة ومتخذة من قبل الميليشيات كسجن سري وبعلم الحكومة، وبالتالي توفير هذه المنشآت الحيوية وهذه الأماكن لصالح الميليشيات هو منهج حكومي واضح لرعاية الاختطاف ورعاية الاختفاء القسري، لذلك هم يعلمون تماما. والمسؤول المباشر عن احتجاز أهالي الصقلاوية هو شخص يدعى أبو زينب اللامي، وهو مقرب جد تماما من أبي مهدي المهندس القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، هو المسؤول الأول عن الاختطاف. الطبيب تكلم لنا أن هؤلاء يعانون حقيقة من أمراض ومن تعذيب ومن عاهات جسدية واسعة وكبيرة وشاسعة في هذه المنطقة، لأنه عاين لفترة شهر كامل في هذه المديرية قبل أن يتمكن من الخروج تماما من العراق. لذلك كما قلت عفوا سيد عبد القادر أن الحكومة شريكة في هذه القضية، قضية مخطوفي الصقلاوية، إلى أي مدى إذن ما يجعل ذلك ثابتا شراكة الحكومة مع ميليشيا الحشد في هذه الجريمة، خصوصا مع حديث صحفيين من الموصل عن مقتل أكثر من 50 شخصا على يد هذه الميليشيات في قرية غزال في قضاء سنجار بحضور مدير ناحية الشمال، يعني القضيتان متشابهتان؟ أكيد قضية سنجار وإحراق الجثث وقضية مختطفي الصقلاوية ومختطفي الرزازة، لأن الحكومة إلى هذه اللحظة لم تقدم على فعل من اعتقال أو تفتيش هذه المناطق التي تكشف وهي متواجد فيها المعتقلين، وبالتالي تقليل عمليات إعطاء أماكن لصالح الحشد حتى يتم فيها احتجازهم. ثانيا الحكومة لم تسمح لعوائل المختطفين أو العوائل الذين أعدموا في سنجار من إقامة دعاوى على قارة الميليشيات، وبالتالي المفروض اليوم أن تكون هناك تداعي دولي للسماح لعوائل مختطفي الصقلاوية أو عوائل الذين تم إعدامهم وإحراقهم في سنجار أو الرزازة أو الدور أو صلاح الدين أن يتم السماح لهم بإقامة دعاوى قضائية ضد قادة الميليشيات، لأنها حل واقعي وواضح في إنتاج الضغط على أطلاق سراح هؤلاء والكف على الجريمة. والحكومة لا تسمح بهذه القضية، مما يؤكد على أن الحكومة شريك أساسي بل راعي أساسي لعمليات الإخفاء القسري والإعدام الميداني الممنهج الذي شاب الكثير من المعلومات، وبطريقة واضحة العالم كله أصبح يؤكد تواجد هذه الأعمال الإجرامية ضد المواطنين. أشكرك الشكر الجزيل. هاتفيا من عمان سيد عبد القادر نايل الناشط السياسي.